ايه نوال وينك لهلا؟ بابا حابسني بالبيت وما عم بيخليني اطلع. شو هالحكي؟ والافضل ما نشوف بعض يا تامر، بابا شدد علي كتير وانا خايف عليه. ما طلبت منك تخافي علي، انا واهلي اليوم جايين لعندكم على البيت واللي بده يصير يصير. لا تامر، بابا هلا كتير متأزم وزيارتكم لعنا رح تخليه عند بزيادة. انت بس تخبريني ايمت بيكون بالبيت وما عليكي. يا تامر شو بده يعمل يعني؟ يحبسني انا واهلي؟ لك ما بيحبسكم، بس يقلنا انه طلبكم مرفوض، ساعتها الكلام خليه لبابا وماما. والله ما بنصحك يا تامر. انا قررت وانتهيت، المهم انت تخبريني ايمت صار بالبيت. مع السلامه نوال. الو الو، ايه نوال نسيتين شو بدي لك؟ خير، في شي تاني؟ وداد والشباب اليوم بدهم يجتمعوا الساعه 5:30، قال في شغلات كتير مهمه بدهم يحكوا فيها، فياريت تمري يعني هيك شي ربع ساعه، ما بتتاخري، بتجي على السريع وبتروحي. طيب رح حاول امرق، بس مو اكيد. حاولي على قد ما بتقدري. مع السلامه.